در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، شخصی از حاضرین که به زبان عربی صحبت می کرد از معظم الله پرسید: اگر شخصی 1,000,000 دینار قرض بدهد و شرط کند که مثلا 1,000,000 دلار به او برگرداند که 1,000,000 دلار از 1,000,000 دینار بیشتر می شود، قرض گیرنده باید به اقتضای المؤمنون عند شروطهم این شرط را بپذیرد یا ربا محسوب می شود؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. لاحظوا نحن عندنا المؤمنون عند شروطهم على عام كل الشروط، استثني من ذلك الربا. الربا فيما إذا كان كل شرط جر نفعا هذا لا يجوز. إذا هذا الشرط يجر نفعا يعتبر جر نفع، لا يكون الربا ولا يجوز، وهو لكنه نفع، هذا الشرط يجر نفعا. لا، شوفوا، عندنا ربا في المعاملات، وعندنا ربا في القرض، وعندنا هدية، أحكامها تختلف. الربا في المعاملات يشترط أن يكون مكيل أو موزون، إذا مو مكيل أو موزون حتى الربا ما يخالف. أما الربا في القرض فقط فد شرط اكو بي ان يجر نفعا، حتى لو مو فلوس، قال له انا داينك 1,000 دينار بشرط ان تجي يومية تكنس بيتي، هذا ما يجوز بالقرض، ما يجوز، لانه كل ما جر نفعا هذا النفع يعتبر. يقول له 1,000 دينار انطيك قرض بشرط أن ترجع لي بعملة أخرى اللي يصير 1,500 مثلاً أو 1,100 في القرض ما يجوز، أما في الهدية المؤمن عند شروطهم عام ما يخالف. شما هم می توانید نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلوه را هر روز ساعت 12:15 به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.